امك يا خبر اول امك يا خبر دايما واقفنا بالله وذي عاداتنا اول امك يا خبر اول امك يا خبر دايما واقفنا بالله وذي عاداتنا اول امك يا خبر اول امك يا خبر دايما واقفنا بالله وذي عاداتنا ما حسبنا للمنى بس رضا ولا زعل انحلمنا وانجهنا لنا كل اختصاص ولعبناها تحدي تلعبنا بها لعبنا عند العشاير على صوت الرصاص لين عزينا البكار وتعزوينا بها كسبنا يومك دا العلم ما هو باشتباص يوم صلفت المنايا يحوم عقابها قناة محمد الشوقي أول أمك يا خبر أول أمك يا خبر دايما وقفنا بالله وذي عاداتنا أول أمك يا خبر أول أمك يا خبر دايما وقفنا بالله وذي عاداتنا أول أمك يا خبر أول أمك يا خبر دايما وقفنا بالله وذي عاداتنا ما حسبنا للمنى بس رضا ولا زعل فلنا قيمة رضانا وصدق إثباتنا انت عب ما لي دخل وانزعل ما لي دخل هكذا يتعب ويزعل على وقفاتنا هكذا يتعب ويزعل على وقفاتنا جالنا فوق المواقف ميقاف جلل حمي حي نهادنا وذكر امواتنا حمي حي نهادنا وذكر امواتنا راية عوان بن عاطف على قمة جبل وقحط نسب يشعشع على راياتنا عندنا لبس مخاف روس زحل يحتفل يلطم اشواق التحدي على غاياتنا عشت يا عايض بطل وارحب ارحب يا بطل جيتك من طيب راسك حمد هقواتنا جيتك من طيب راسك حمد هقواتنا انحلمنا وانجهدنا لنا كل اختصاص ولعبناها تحدي تلاعبنا بها لعبنا عند العشاير على صوت الرصاص لنا عزينا البكار وتعزوينا بها كسبنا يومك كدر علم ما هو باشتباص يوم صلفت المنايا يحوم عقابها رضعت يوم الشقا حي والعيشة نغاص في حضارة بعنت بوم جدي ركابها فوق مومية السفايف وطيبة النواس قد رسمنا حدنا لو تمثلنا بها رسمنا شلف تخالف وسلة النواس لنا حولنا الجمع جمع شل ذيابها الله الله والمواجب ما عنها مناص لا حضرنا في وعدها نكون اولادها حكم تحديد المراكز مثل حكم القصاص عقب اللي الاولى ما يحسب حسابها لا غدا عند الرجال جيل لجه واختباص يسلم اللي لا حضر ما يروح الا بها مرتك الكبار لازمة ما وعد وحص سطوة من هالشدا يتهون اتعابها اسمه هنا نفس لو فيها خصاص لنعز الوقفها اللي تنوم اسلابها يقنص عيون النوام يسعز الاقتناص لين جاب اللي يموت الردي ما جابها يا ولد رفع نباقي بعد ولا خلاص وقفتك بين القبايل تغنينا بها جبت فرعة النساء نس زينة الخواص بالدار حمر سوات الجريد رقابها قبلنا يلي تحوف الغوايا
الغالي والرخاص قبلنا للمرجلة ما تشطنا بها قبلنا يلي تحوف الغوالي والرخاص قبلنا للمرجلة ما تشطنا بها أول أمك يا خبر أول أمك يا خبر لي مواقفنا أبل لهو ذي عاداتنا ما حسبنا للمنى بس رضا ولا زعل فلنا قيمة رضانا وصدق إثباتنا انت عب مالي دخل وزعل مالي دخل هكذا يتعب ويزعل على وقفاتنا جيتك من طيب راسك حمد حقواتنا ان حلمنا وانجهدنا لنا كل اختصاص ولعبناها تحدي تلاعبنا بها لعبنا عند العشاير على صوت الرصاص لنا عزنا البكار وتعزونا بها كسبنا يوم الكدر علم ما هو باشتباص يوم صرفت المنايا يحوم عقابها يوم الشقا حي والعيشة نغاص في حضارة بعين تبو جد يا ركابها فوق ميت السفايف وطيبت النواص قد رسمنا حدنا لو تمثلنا بها رسمنا شلف تخالف وسلة النواص لنا حولنا الجمع جمع شل ذيابها الله الله والمواجب ما عنها مناص لا حضرنا في وعدها نكون أولادها حكم تحدي بالمراكز مثل حكم القصاص عقب اللي لوله ما يحسب حسابها لا غدا عند الرياجين لجه واختباص يسلم اللي لا حضر ما يروح إلا بها مرتك الكبار لازمة ما وعد وحص سطوة من هالشدا ينتهون أتعابها بس ما هينا مسكبي له وفعله رقم خاص عايض اللي لا وردها كثر جنبها دون ربعه يوثر النفس لو فيها خصاص لنا عز الوقفها اللي تانو مسنابها يقنص عيون النوامي سعز لقتناص لين جاب اللي يموت الردي ما جابها يا ولد رفع نباقي بعد ولا خلاص وقفتك بين القبايل تغنينا بها جبت فرعة النساء نس زينة الخواص بالدار الحمر سوات الجريد رقابها قبلنا يلي تحوف الغوالي والرخاص قبلنا للمرجلة ما تشرطنا بها قبلنا يلي تحوف الغوالي والرخاص قبلنا للمرجلة ما تشرطنا بها